طاهر ده من وهو صغير آه. كنا نروح نجيب الكراسي وهو تحت 14 سنه كلنا بقى عليك. وانا في الدرجه الاولى وانا انا لعبت 16 سنه وبعدين 16 سنه تاني لما جيت اخش 18 سنه لعبت درجه اولى 18 فطاهر ابو زيد كان 14 سنه وحسام البدري شله كده تحت 14 سنه دول ما اعرفش كنا بنروح نتفرج عليه ازاي بيحط الفاول اول ما تيجي فاول على 18 ايدي كوتي قاعد معانا يقول لنا جول يروح عاملها تك سهله جدا جول ويرجع يبتسم كان دمه خفيف طاهر ابو زيد ده خليه على جنب تالنتد قوي وكان سابق عصره فعلا من عنده 14 سنه وبيعمل حاجات اللي الكبار ما بيعرفوش يعملوا اول ماتش لعبه معانا المحله في المحله فجه فاول على 18 فبصيت لكابتن خطيب كده يعني كابتن خطيب بقى ساعتها انا هو اللي انا لو انا فابوري ايه برضو ده كابتن خطيب برضو يعني فاهم ازاي فراح سابها لطاهر راح طاهر بكل هدوء داخل في العارضه ونازله في العارضه تاني عبد الستار ده بص لها كده ودخل محمد عامر عشان يحطها من قدام الخطيب جون قطعها على الخطيب طلعها بره فكلنا قلنا ايه هذا عمل من الشيطان ده فكان طاهر تالنت شويته ما هو انت لما بتحترف مش بتعمل لك سي في الراجل ده بيعمل ايه بتعمل بدماغك وبتشوف بشمالك وبتعدي وبتعمل عرضياته وعندك شخصيه وبتغير طريقه اللعب هو ده اللعيب ده كابتن طاهر مين تاني بقى بعديه طاهر الشيخ كابتن طاهر الشيخ انا اسف ده اجنبي كان ايه بقى يعني اجنبي بقى ده سايلنت موفي فيلم صامت جوه الحكايه كلها تخش استلم الكوره خد على صدره بوك بوك جون ما بيسالش في حد كان مسميه البرنس ما في حاله هو كابتن طاهر الشيخ اسكندراني اصلا اسكندراني ايه بس شخصيه ايه بقى يعني برضه المثلث بتاعنا وانت نخلص التمرين نطلع على نادي الجزيره نتغدى هناك وما اعرفش ايه حكايه خدت بالك لطيفه جدا عايش حياته بتاع بس كان تالنتد قوي لعيب كوره قوي في حاجات انت كل ما تتفرج على نفسك عمرك ما هيعجبك نفسك انا مهما كنت برضه هقول لا ده ميدو في حته في شماله احسن مني ده مش عارف خطيب عنده لغايه دلوقتي لغايه دلوقتي لو اتفرجت على ماتش مثلا نفسك تقول لا انا ازاي الكره دي كامله كان عندي اكتر من كده كتير كان عندي اكتر انا كنت بطير واحط الكره يعني بدماغي في المقص ناحيه ده